السلامة. ليش ما خبرتني انك جاي؟ معقول عيد ميلادك وما كنت معي؟ نسيت اسم العطر اللي وصيتيني عليه، جبت لك هاد وانا وطالع تذكرت، مو هاك؟ ايه شكرا. ليش ما قلت لي انك جاي؟ كنت حابب اعمل لك اياها مفاجأة. الرحلة كان المفروض تطلع الظهر بس تأخرت لأنه كان في ضباب بالمطار. شبه الشكل ناقص فار. الشي؟ شبه الشي؟ مضتيها نواشف ما هيك؟ ما عم تطبخي. كسلانة مثل أمك. مالك بالعادة تنامي بكير؟ الساعة 11 وربع لسه. يا الله شو اشتقت لك يا بابا. هالعشرين يوم ما بتتخيل كيف مرقوا علي، ما بتتخيل. حسيت بوحدة شديدة. لو عرفانتك جاي اليوم كنت طبخت لك. والله. هرب هرب؟ قلتي لي جاي معي؟ لك ايه بس هرب، شو بعرفني؟ حرام مرعوب. مرعوب؟ شو حكيتي له عننا؟ ما حكيت له شيء، بس هو صغير وهيك خايف انه ما تحكوا او تبهدلوه مثلا. على كل الاحوال انا ما قلت له انه انتم بتعرفوا انه عندكم اخ من امكم. لك شو بكي؟ شو بعرفني انا؟ أنا كل اللي بعرفه إنه أمك وأبوك اتطلقوا، أمك سافرت وتجوزت والله يرحمها ماتت. وأنا أول مرة بحياتي بشوف بنتين بيقدروا يحتفظوا بسر طول هالوقت. هادي لو قلبك لعيتي لي قلبي. ليش لحتى بهدله؟ هو شو ذنبه؟ شو عامل؟ بده يجي يتعرف علينا أهلا وسهلا. بس أكيد ما رح أحسه إنه أخي. أنا أصلاً سعد ماني عرفانة شو حاسة تجاهه هالفترة. والله أنا ما كنت حابة يجي بهالوقت. يعني مو ظرف اللي انت عم تمري فيه لكمان يجي يقول لك انه امك ماتت. مانك زعلانة؟ هذا ما بعرفه. ليش لحتى ازعل عليه؟ لك ليش هيك البيت قايم معاي؟ عندي كثير مناوبات بالمشفى، ما عم بفضى، عم بجي تعبانة. الله كذاب. شفت امك بتسلم عليكي. كيفها؟ طيب شوف شو صار.